أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من كورس الإمبيدد سيستم. وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن المقاطعات وأنواعها وكيفية تفعيلها في المايكرو كنترولر بيك 16F870A. المقاطعات أو الانتربتس عندي لو أنت بتذاكر أو بتقرأ كتاب وجنبك تليفونك، أول ما يرن هتسيب المذاكرة وهتروح ترد على التليفون. فإنك تسيب المذاكرة وتروح ترد على التليفون كده أنت حصل انتربت، يعني أنت بتنفذ البرنامج الأساسي هو القراءة والمذاكرة، ده البرنامج الأساسي. لما يرن التليفون كده هيحصل انتربت، هتسيب المذاكرة أو القراءة وهتروح ترد على التليفون وهترجع تاني تكمل قراءة من مكان ما وقفت وليست من البداية. ده أول نوع. وطبعا هنا التليفون خارجي، بمعنى ان الحدث الانتربت ده مش داخلي، لا خارجي. خارجي يعني مش انت السبب فيه، تمام؟ فهسميه external interrupt. او ممكن تكون انت بتذاكر وتحس بالعطش وعايز تقوم تشرب، فبالتالي ده ايه؟ حدث داخلي، انت عايز تشرب فهتسيب المذاكرة وتروح تشرب مية ساقعة، طبعا ترجع تاني تكمل مذاكرة. فالمسبب هنا للمقاطعة بتاعت المذاكرة يا اما external interrupt وهو ان التليفون بيرن، ده حدث خارجي، او ان انت عطشان وعايز تشرب فده حدث مين داخلي. فان كون التليفون يرن او ان انت تحس بالعطش، الاتنين انتربت، وبالتالي في بت مسؤولة عن الحدث نفسه او الحدث المسبب للمقاطعة اسمها انتربت فلاج. لما التليفون يرن مباشرة الفلاج ده هيبقى بواحد، لما تحس بالعطش الفلاج ده مباشرة هيبقى بواحد، ملهوش علاقة هل انت رديت على التليفون ولا لا، هل انت قمت شربت ولا لا. وبالتالي الفلاج ده هيبقى مسؤول عن مين؟ عن المسبب للمقاطعة نفسها. يعني رنة التليفون نفسها هتخلي الفلاج عندي بواحد، احساسك بالعطش هتخلي الفلاج عندي ده بواحد. لما التليفون يرن انت في ارادتك يا اما تقوم توافق انك ترد، او ان انت ما توافقش انك ترد وهتكمل مذاكرة عادي خالص. فبالتالي في حاجة اسمها انتربت انيبل بت، ودي مسؤولة عن الموافقة نفسها. انيبل بمعنى مين؟ الموافقة او التفعيل. هل انت هتوافق انك ترد على التليفون؟ يبقى ده اسمه انيبل بت. لما تحس بالعطش هل انت هتوافق انك تقوم تشرب؟ يبقى ده انيبل بت، تمام؟ لو اتفعل يبقى هو والسبب، ان السبب يبقى موجود وانت فعلته او وافقت عليه، يبقى كده حدث انتربت. يبقى كده لو التليفون رن يبقى الفلاج بقي بواحد، لو انت هتوافق تقوم ترد يبقى خليت الانيبل بواحد، وقتها هيتم حدوث الانتربت وتنفيذه. يبقى الفلاج ده مسؤول عن حدوث الانتربت او حدوث المسبب، اما الانيبل ده مسؤول عن تنفيذه، ان هو يتنفذ ولا ما يتنفذش. فبالتالي لو التليفون عندك رن انت في ايدك ما تردش وتكمل مذاكرة عادي خالص، مع ملاحظة ان الفلاج بواحد، او ان انت تقوم ترد هيبقى وقتها لازم الانيبل يبقى بواحد وترجع تاني تكمل مذاكرة. يبقى الانتربت عندي عشان يحصل لازم يبقى عندي المسبب للانتربت سواء داخلي او خارجي، والمسبب ده اوتوماتيك بيخلي فلاج بت عندي بواحد. رقم اتنين، موافقتك على تنفيذ الانتربت. موافقتك على تنفيذ الانتربت اللي هي موافقتك انك ترد او موافقتك ان انت تقوم تشرب، فبالتالي ده اسمه انيبل بت انت بتفعله. لو فعلته يبقى كده انت هتعمل انتربت ان انت تروح ترد او تروح تشرب وترجع تكمل. طب لو انت ما فعلتهوش، يعني انت ما وافقتش ان انت تقوم ترد ولا وافقت ان انت تقوم تشرب، هتكمل مذاكره عادي، فبالتالي الانيبل بت وقتها بزيرو، يبقى مش هيبقى فيه انتربت. وبالتالي الانتربتس عندي لو انا عندي برنامج اساسي او برنامج اللي بينفذه المايكرو كنترولر، ده الطبيعي ان انت مثلا بتقرا، ده الخطوات اللي انت بتعملها، او ان انت تكون بتقرا ويحصل مسبب للانتربت. فبالتالي البروسيسور بتاع المايكرو كنترولر هيسيب البرنامج الاساسي وهروح لبرنامج فرعي تاني، اكنك انت رايح تشرب او رايح ترد على التليفون. البرنامج الفرعي ده هيتنفذ لغايه ما انت تخلص شرب او تخلص رد على التليفون، وترجع تاني تكمل البرنامج من اخر خطوه انت وقفت فيها في البرنامج الاساسي وليست من البدايه. عند رجوعه من الانتربت مش بيبدا من اول، لا بيكمل عند الخطوه اللي وقف فيها من قبل كده. يبقى عندي كده في المايكرو كنترولر بيك 16F870A الانتربتس نوعين، اكسترنال وانترنال. اكسترنال يعني خارجيه، انترنال يعني داخليه داخل المايكرو كنترولر نفسه. الاكسترنال زي الماستر كلير زي ما احنا اتعود، البي زيرو نفسه البت دي لوحدها عليها انتربت او ممكن يحدث عليها انتربت، كمان من بي 4 لبي 7. يبقى بي زيرو عندي اللي هي هنا، عندي من بي 4 لبي 7 هنا، دول ممكن يحصل عليهم انتربت في نفس التوقيت. خلي بالك يعني دول بيبقوا جروب مع بعض مش كل واحد لوحده، اي تشينج من على اي بن فيهم بيحصل انتربت. الانترنال كتير طبعا زي التايمرز، تايمر 0، تايمر 1، تايمر 2. خلي بالك التايمر هنا داخلي لان هو بيعد داخل المايكرو كنترولر، فبالتالي هو داخلي. اليو ارت اثناء استقبال وارسال البيانات،
عندي اتنين انتربت والاي سكوير سي والاس بي اي والانوكت ديجيتال كونفرتر والاي سكوير بي روم وهكذا. عندنا 15 انتربت في المايكرو كنترولر بيك 16 اف 870 15 انتربت انترنال واكسترنال. لو رحنا الماستر كلير مثال صغير كده، الماستر كلير عندي برنامج اساسي شغال اهو بيعرض على 27 سيجمنت 21. لما انا اضغط كده على الماستر كلير، بص كده اللي حصل، البرنامج عمل ايه؟ وقف اثناء مين الضغط. هو كده بيعمل ايه؟ بيعمل انتربت لان هو وقف البرنامج الاساسي. هرفع ايدي هتلاقي بيحتاج مني اضغط تاني على الستارت. طبعا انا عشان ايه اعمل ستارت يبتدي تنفيذ البرنامج زي ما انتوا لاحظتوا. يبقى الماستر كلير هو نوع من انواع مين الانتربت للبرنامج الاساسي. وبالتالي زي ما قلنا الماستر كلير على رقم واحد دي بيحصل لها عن طريق انتربت لما اضغط عليها، وبي 0 وبي 4 والبي 7 ثلاثه دول مين اكسترنال ما تنساش، اما الانترنال اللي هم التايمرز والباقي دول. وبالتالي في الحقيقه انا عندي ثلاث شروط لتنفيذ المقاطعه، وقلنا المقاطعة هي برنامج فرعي يتم تنفيذه بخلاف البرنامج الأساسي. أول شرط وجود المسبب سواء داخلي أو خارجي لحدوث المقاطعة. إيه هو المسبب؟ زي ما شرحنا في بداية الفيديو اللي هو إن التليفون يرن أو أنت تحس بالعطش، فبالتالي ده اسمه المسبب لحدوث المقاطعة، يبقى داخلي أو خارجي. في حالة عدم وجود المسبب فإن الفلاج بيساوي زيرو، يبقى اتفقنا إن ده بتبقى ايه اوتوماتيك، يعني الفلاج بيبقى بزيرو، انتربت فلاج بت بتبقى زيرو في حاله عدم وجود المسبب. ولم يتم حدوث المقاطعه في هذه الحاله وعدم تنفيذها وعدم تنفيذ البرنامج الفرعي الخاص بالمقاطعه، زي ما قلنا ادي الحدث المسبب للمقاطعه بيبقى هنا. عشان تحصل مقاطعه لازم بيعدي على ثلاث شروط، لازم يبص على الثلاث شروط يلاقيهم متنفذين. اول حاجه حدوث المسبب نفسه، تليفون يرن او انت تحس بالعطش، ده اسمه مين؟ المسبب للانتربت. وبالتالي بيعمل هنا الانتربت فلاج بت، اول ما ده بيحصل بتبقى دي بواحد. فعشان يحصل انتربت لازم في شرطين تانيين، هفترض ان الشرطين دول متحققين. لو الشرطين دول متحققين وما فيش مسبب لحدوث الانتربت فبالتالي الفلاج ده بيبقى بزيرو، وبالتالي هيتم تنفيذ البرنامج الاساسي بشكل طبيعي. لو كان في المسبب للانتربت وبالتالي الانتربت فلاج بت هتبقى بواحد، مش انت اللي بتحطها بواحد، دي اوتوماتيك بتبقى بواحد. اول ما بيحصل مسبب خارجي دي بتبقى بواحد اوتوماتيك. في حاله وجود او حدوث الشرطين التانيين اللي هنعرفهم بعد شويه هيحصل انتربت. هيحصل انتربت ازاي؟ ان في الخطوه اللي حصل فيها السبب او المسبب للانتربت هيسيب الخطوه دي وهيروح للبرنامج الفرعي او برنامج الانتربت او الانتربت سيرفيس روتين وينفذها ويرجع تاني يكمل البرنامج الاساسي. فلما هنا يبقى في سبب او مسبب للانتربت الفلاج بتبقى بواحد اوتوماتيك. في الحاله دي احتمال حدوث مقاطعه، احتمال ان هو يروح للبرنامج الاساسي وينفذه، بيعتمد على مين في الحاله دي؟ على الشرط التاني والتالت اللي هنشوفه بعد شويه. خلي بالك لما يبقى هنا في مسبب انتربت فلاج دي بتبقى بواحد اوتوماتيك، طب بعد شويه المسبب ده هيتزال او هيتشال او هيتلغي، الانتربت فلاج بت ما تبقاش بزيرو، مش هترجع زيرو اوتوماتيك، لازم انت اللي ترجعها زيرو تاني. يبقى انتربت فلاج بت يتم عمل لها ست اوتوماتيكيا عن طريق السوفت وير، اول ما يحصل انتربت او في سبب او مسبب للانتربت الفلاج دي بتبقى بواحد اوتوماتيك، مش انت اللي بتحطها، لا دي بتتحول اوتوماتيك لواحد. فلما بتبقى بواحد لو الشرطين دول متحققين هيروح للانتربت يرجع تاني، هيعمل تشيك على الثلاث كونديشن، هيلاقي ده بواحد وده بواحد وما زال ده بواحد لان هو مش بيصفر نفسه، يرجع تاني يلقى الثلاث شروط متحققين يدخل جوه انتربت، يرجع تاني يلقى الثلاث شروط متحققين يدخل جوه انتربت، وبالتالي مش هيطلع بره انتربت خالص. فعشان كده اول ما انا ادخل الانتربت الثلاث شروط متحققين، اول ما ادخل كده اول ما ادخل اروح اصفر الفلاج ده اخليه بزيرو، انا اللي بصفره بايدي لان هو مش بيتصفر اوتوماتيك، اخليه هنا بزيرو، هو هينفذ البرنامج الفرعي ما فيش مشكلة، وهيرجع تاني البرنامج الفرعي للبرنامج الأساسي، هيعمل تشيك هو راجع، هل التلاتة كونديشن متحققين؟ اه ده متحقق وده متحقق، لكن ده متصفر، ده بزيرو مش متحقق، فهينفذ البرنامج الأساسي طبيعي. أول ما يحصل انتربت خارجي تاني أو انتربت داخلي أو المسبب للانتربت هيرجع تاني يروح داخل جوه الانتربت، لأن ده هيكون اتحول من زيرو لواحد. يبقى تاني انتربت فلاج بت ده بيتعمل له ست ان هو بيبقى بواحد اوتوماتيكيا اعتبادا على المسبب الداخلي او الخارجي لحدوث المقاطعه. انتربت فلاج بت يتم عمل لها ريست عن طريق المستخدم او المبرمج في البرنامج ويتم وضعها في داله الانتربت. الشرط الثاني وهو تفعيل نوع المقاطعه المراد استخدامه لتنفيذ المقاطعه. في كذا نوع من انواع المقاطعه زي ما قلنا، ممكن تبقى المقاطعه من بي 0 او من بي 4 لبي 7 او تايمر 0 او تايمر 1 او يو ار. انهي مقاطعه انت عايز تستخدمها؟ انت عايز الانتربت ده عن طريق بي 0 ولا انتربت عن طريق تايمر 0؟ ففي حاجه اسمها انيبل بت خاصه بنوع المقاطعه، انيبل بت خاصه بنوع المقاطعه، تمام؟ لو كان في حدث او مسبب للانتربت
الفلاج ده هيبقى بواحد. وانت ما فعلتش الانيبل بت الخاص بنوع المقاطعه دي الانتربت مش هتحصل. لازم الثلاث شروط دول يتحققوا في نفس التوقيت. حتى لو الشرط الاولاني اللي هو المسبب موجود، يعني نفترض التليفون رن لكن انت ما وافقتش تقوم ترد عليه وهتكمل مذاكره، يبقى اكنك هتكمل في برنامج الاساسي بتاع الطبيعي وهتكمل قراءه. لكن لو انت وافقت تقوم ترد هيبقى في انتربت. فانت لو ما وافقتش معناها الانيبل ده مين بزيرو، فبالتالي مش هتحصل مقاطعه حتى لو كان البرنامج بتاع المقاطعه موجود في الكود بتاعك، مش هيتنفذ. لازم الانيبل بت دي تبقى بواحد وانت اللي بتحطها واحد بايديك مانوال، يعني مش اوتوماتيك. وبالتالي لو الانتربت انيبل دي كانت بواحد، بقت بواحد معناها دي موافقه على حدوث الانتربت، هيبقى الانتربت انيبل بكام؟ بواحد. هنا اول حاجه المسبب موجود يبقى الفلاج بواحد اوتوماتيك، الانيبل انت فعلته خليته بواحد، يبقى في احتمال حدوث المقاطعه، في احتمال حدوث المقاطعه بيعتمد على الشرط التالي. لو الشرط التالت ده متحقق يبقى وقتها هيروح داخل جوه مين؟ المقاطعه، ويرجع تاني للبرنامج الاساسي. خلي بالك الانتربت انيبل بت دي يتم عمل لها ست وريست عن طريق المستخدم، يعني انت اللي بتخليها بواحد وانت اللي بتخليها بزيرو، مش بتتفعل اوتوماتيك ولا بيعمل لها ريست اوتوماتيك، انت اللي بتفعلها بايديك. الشرط الثالث في تفعيل المقاطعه وهو تفعيل شعاع المقاطعه العام، يبقى الجلوبال انتربت انيبل بت لو انت خليتها بزيرو حتى لو الشرطين الاول والثاني اتحققوا الانتربت مش هيحصل. فبالتالي لو الشرطين الاولانيين متحققين والجلوبال ده مش متحقق هينفذ البرنامج الاساسي ومش هيحصل انتربت. ده في بعض انواع الانتربت المعينه. بعض الانواع الثانيه بيحتاج 2 بت مش بت واحده، بيحتاج جلوبال انتربت بت والبريفرال انتربت انيبل بت، لازم الاثنين دول يبقوا متفعلين. لو الاثنين دول مع بعض بزيروز او واحده من الاثنين بزيرو مش هيحصل انتربت. وفي بعض انواع الانتربت زي ما قلنا بيحتاج البت دي بس. الجلوبال انتربت انيبل لوحدها بس عشان افعلها لوحدها بس بتبقى شغاله مع تايمر 0 وبي 0 وبي 4 البي 7 تشينج بورت، تمام. اما ان انت تفعل الجلوبال والبريفرال انتربت انيبل ده مع باقي انواع المقاطعات هنشوف دلوقتي. فبالتالي زي ما احنا قلنا لو كان بزيرو مش هيحصل انتربت، يبقى لو الثلاثه بواحد هيحصل انتربت، وقتها هيروح ينفذ برنامج الانتربت ويرجع تاني. ما تنساش برضو في البرنامج الفرعي لازم تصفر الفلاج هنا عشان لما يرجع ما يروحش يدخل انتربت تاني، لا يستنى حدوث مسبب للمقاطعه مره تانيه عشان يدخل جواها. ده رسمه بتوضح الكلام اللي انا قلته. دي انواع المقاطعات عندي، ادي تايمر 0 وبي 0 وبي 4 البي 7. هنلقى كل واحده من دول بيحتاج هنا تايمر 0 نفس الاسم انتربت فلاج، يعني معناها ان التايمر ده زي ما قلنا هو اللي هيبقى المسبب لمين؟ المقاطعه. وفي نفس الوقت لازم انت تعمل له انيبل، يعني بقول انا هفعل المقاطعه الخاصه بتايمر 0 اسمه تايمر 0 انتربت انيبل، مع بي 0 يبقى اسمه انتربت انت انتربت فلاج، معناها ان المقاطعه بي 0 اللي هتحصل هيتفعل اوتوماتيك الفلاج بتاعها اول ما تحصل بره اكسترن. وده طبعا تايمر 0 انترنال زي ما قلنا. هتروح انت تفعل الانيبل الخاص بيها، لما تفعل الانيبل الخاص بيها معناها ان انت بتوافق على حدوث المقاطعه اللي نوعها بي 0 بي 4 بي 7 زي ما انتم شايفين كده، الاربعه مع بعض واصلين على نفس الخط وليهم فلاج واحد وليهم انيبل واحد، يعني ممكن اشغل واحده منهم بس استخدم واحده بس، او ممكن استخدم الاربعه كلهم في نفس التوقيت مفيش مشكله. يبقى وقتها الفلاج هيبقى بواحد لو انت حدث انتربت على دول، وفي نفس الوقت لازم تفعل الانيبل الخاص بيهم اسمه ار بي انتربت انيبل، والفلاج اسمه ار بي انتربت فلاج. الثلاثه دول مباشره عشان يحصل انتربت بيعدوا على سويتش كده اسمه جلوبال انتربت انيبل. ده مين؟ دي البت الخاصه بالجلوبال، ده التفعيل العام اسمه شعاع المقاطعه العام. انتربت من الثلاثه دول يتحقق في حاله مين؟ ان انت مفعل الجلوبال. ملحوظه، مجرد ان انت ما يتفعل الفلاج اوتوماتيك وتفعل الانيبل انت بايديك اوتوماتيك بيعمل ووكينج اب للبروسيسور، يعني لو البروسيسور في حاله السليب عشان يوفر الطاقه طبعا، وقتها مباشره بيعمل له استيقاظ. وقتها لو كان الجلوبال انتربت انيبل متفعل يروح ينفذ الانتربت اللي جاي، لو كانش ده متفعل هيحصل ايقاظ للبروسيسور وفي نفس الوقت الانتربت مش هيتنفذ. لكن ده ما يمنعش ان ممكن تبقى داله الانتربت موجوده جوه الكود، موجوده جوه الكود لكن ما اتنفذتش. ايه اللي مخليها ما اتنفذتش؟ عشان انت مش مفعل ده. في حته صغيره هنا خلي بالك، تايمر 0 انتربت فلاج هتلقى الثلاثه دول محطوطين جوه بلوك عادي، دول معناهم بيتم ضبطهم اوتوماتيك، يعني لما يحصل انتربت عن طريق تايمر 0 الفلاج ده بيبقى بواحد، يحصل انتربت عن طريق بي 0 الفلاج ده بيبقى بواحد، بيتحط مين؟ بيتحول اوتوماتيك. اما الانيبل بيتحط جنب سويتش، ايه سويتش دي؟ معناها بيتم ضبطه مانوال، يتم ضبطه مانوال في الكود، يعني انت اللي تحطه واحد او انت اللي تحطه 0، لكن ده بيتحط واحد اوتوماتيك، لكن انت تصفره بايديك. نفس النظام، الانيبل هنا مع سويتش معناها لازم انت تحط واحد او 0 بايديك، الانيبل هنا برضه سويتش والجلوبال برضه سويتش. ده الثلاث انواع مين الاساسيه اللي انا هشتغل عليها. الانواع الثانيه هتلقى فعلا كل واحد برضه مع فلاج اهو ومعاه انيبل، هنا الاوسيليتور برضه مع فلاج ومعاه انيبل،
وزي ما قلنا الانيبل بيبقى مين سويتشات زي ما انتم شايفين. عشان انفذ اي نوع من انواع المقاطعه اللي هنا على الشمال دي محتاج شرطين كمان، لازم الجلوبال تبقى متفعله ولازم البريفرال انتربت انيبل يبقى متفعله. خلي بالك دول سويتشات زي ما قلنا ان انت تحطهم واحد بايديك او تصفرهم بايديك، بيبقى الموضوع مانوال هنا في الكود. تمام، يبقى لازم الاثنين سويتشين دول يتفعلوا او الاثنين بت يتفعلوا في الكود بتاعك، يبقى تحط دي بواحد ودي بواحد عشان لما يحصل مقاطعه عن طريق الاي سكوير بيروم تتنفذ بشرط ان الفلاج يبقى بواحد والانيبل يبقى بواحد. الرسمه دي اعتقد انها موضحه الفكره. هروح للريجسترات الخاصه بالانتربت، الانتو كون ريجستر، وده ريجستر مهم طبعا بيتعامل مع الانتربت. ده الريجستر عندي 8 بت، اول بت اللي هي الجلوبال انتربت انيبل والبريفرال انتربت انيبل الاثنين بت الاساسيين. عندنا تايمر 0 انتربت انيبل، وعندنا تايمر 0 انتربت فلاج، عندنا انت انيبل يعني بي 0 انيبل، وانت فلاج يعني بي 0 فلاج، ار بي انتربت انيبل يعني من بي 4 لبي 7 انتربت انيبل، وار بي انتربت فلاج من بي 4 لبي 7 فلاج. الرمز اللي فوق تعال نقرا الريجستر كده، قلنا دي بت 0 ودي بت 7. الرمز اللي فوق عندي الار معناها ريدابل بت يعني يمكن القراءه منها، ودبليو رايتابل بت معناها ان انا اكتب فيها، يعني الريجستر ده ينفع اكتب فيه واقرا منه. طبعا هنا هتلقى جنبها شرطه كده قيمه جنبها، دي 0 0 0 كله 0. الزيروز دي معناها الديفولت بيبقى 0، الديفولت يبقى 0. طول ما البت دي فيها 0 والبت دي فيها 0 يعني الانيبل بوجه عام في حاله ديفولت غير مفعل. اما الاكس دي معناها انون يعني ار بي انتربت فلاج غير معلومه، يعني انا ما اعرفش في البدايه فيها 0 ولا 1. لو انا عايز افعل الانتربت، اول شرط قلنا ايه؟ لازم افعل مين؟ جلوبال انتربت انيبل، يتم تفعيله بطريقه مانوال لان هو كان في الرسم عباره عن سويتش، فالجلوبال ده بيبقى هنا، يبقى الجلوبال دي بت رقم كام؟ 7. خلي بالك انا ببدا من بت 0، يبقى بت رقم كام؟ 7. دي هفعلها هي بس لو انا عايز افعل تايمر 0 وعايز افعل بي 0 وبي 4 بي 7، لو الثلاثه دول يبقى جلوبال يكفي. باقي الانواع لازم افعل الجلوبال وافعل مين؟ البريفرال انتربت انيبل، الجلوبال انيبل، اما الثاني اسمه بريفرال انتربت انيبل بت. تمام، مين في الرسم. نروح اول نوع اللي هو الانترنال انتربت اللي هو تايمر 0. تايمر 0 عشان اشتغل عليه محتاج حاجتين، التايمر 0 يبتدي يعد يحصل ليه اوفر فلو، اول ما يحصل ليه اوفر فلو اوتوماتيك الفلاج هيبقى بواحد، يبقى مش انت اللي بتحطه، اوتوماتيك هو بيبقى بواحد. فين مكانه الفلاج ده؟ هنا ده، يبقى بت 0 بت 1 بت 2. وكمان لازم تفعل الانيبل، لو ما فعلتش الانيبل مش هيحصل انتربت. انا هفعل الانيبل بمين؟ يدويا، لان هو رسمته سويتش يدويا في البرنامج. طب ليه انا عايز ادور على الفلاج؟ طب ما انت بتقول لي بيحصل له ست اوتوماتيك، ليه عايز تعرف مكانه؟ عشان قلنا في البرنامج الفرعي الخاص بالانتربت لازم انت تروح تصفره هناك عشان ما يرجعش تاني ينفذ الانتربت وما يطلعش منها. فبالتالي عندي تايمر 0 انتربت انيبل، ده رقمها اللي هو بت 0 1 2 3 4 5، رقمها بت 5 في الريجستر. تايمر خلي بالك دي 0 وليست او، انتربت انيبل، ودي انت بتحط فيها 1 لو انت عايز الانتربت يبقى من تايمر 0، تحط 0 لو انت مش عايز تفعل الانتربت الخاص بتايمر 0. اما تايمر 0 انتربت فلاج، لما التايمر ده يحصل له اوفر فلو اوتوماتيك البت دي بتبقى بواحد، وما انساش ارجع اصفرها في البرنامج الفرعي، وما انساش كمان لو انا عايز اشتغل على تايمر 0 انتربت افعل الجلوبال عندي. ودي رسمه تايمر 0. طبعا الريجسترات الخاصه بتايمر 0 الخاصه بالانتربت احنا خلصناها، بس لوحدها غير كافيه عشان اشغل الانترنال انتربت الخاص بتايمر 0. ادي تايمر 0، التايمر 0 ده بيحصل له انتربت في حاله الاوفر فلو، لما يحصل اوفر فلو الفلاج ده بيبقى واحد اوتوماتيك. طب هل التايمر 0 ده دخله او بيعد من فين؟ ففي حالتين للدخل، يا اما بيعد من الكريستاله يا اما بيعد من بنه خارجيه. لو بيعد من الكريستاله يبقى انت هتستخدمه عشان يعمل زمن، اعمل بي ديلي في البرنامج، لكن لو بيعد من بنه خارجيه يبقى شغال ككاونتر. لو بيعد بالكريستاله تردد الكريستاله معروف في البيك بيتقسم على 4، وفي نفس الوقت احنا قلنا التايمر هيشتغل من فين؟ يا يعني من بنه خارجيه من الكريستال. في سويتش هنا، هل انت عايزه عد من بنه خارجيه ولا من الكريستاله؟ السويتش ده اسمه تايمر 0 كلوك سيليكت، وهنشرحه بالتفصيل في فيديو الانتربت الخاص بتايمر 0. وقتها كمان هيعدي على البري سكيلر ولا مش هيعدي؟ لو هيعدي يبقى تشغل اللي فوق، لو مش هيعدي هتشغل اللي تحت، وهكذا. يبقى في حاجه ثانيه اسمها اوبشن ريجستر خاص بتايمر 0 برضو، او في بيتس خاصه بتايمر 0، واحنا قلنا الكلام ده شرحه من شويه. في حاجه اسمها تايمر 0 كلوك سيلكت، التايمر بتاعك هل بيعد من الكريستاله ولا بيعد من بنه خارجيه، ودي القيم. وكمان معانا تايمر 0 سورس ايدج سيلكت بت، لو بيعد من بنه خارجيه هل مع الفولينج ايدج ولا الرايزنج، يعني مع التغير من 0 ل 1 ولا التغير من 1 ل 0 زي ما احنا شايفين. وهنا التوصيله مش بتفرق معايا انا موصله بول اب ولا بول داون، لا، لكن اللي يفرق معايا التايمر هيعد في الفولينج ايدج ولا الرايزنج.
توصيله الهاردوير مش فارقه معايا. انت هنا بيعتمد على انت البن دي اللي اسمها ايه 4. طبعا لو انا شغال تايمر 0 من بن خارجيه يبقى كده شغال هو ككاونتر بيعد اكسترنال ايفنت حدث خارجي. وفي معانا كمان البي اس اي بريسكيلر، لو انت عايز تظبط القيم بي اس 0 لبي اس 2 بيحسب البريسكيلر. طبعا الكلام ده هيتشرح بالتفصيل زي ما قلنا في تايمر 0. النوع الثاني اكسترنال انتربت بي 0، عشان افعله محتاج اول حاجه انتربت انيبل. انا فعلها مانوال في البرنامج ان احطها بواحد عشان تشتغل، لو انا عايزها تشتغل. اول ما يحصل تشينج على بي 0 انتربت فلاج ده بيبقى بواحد اوتوماتيك، بقى ايه حدث خارجي. انت مصل سويتش على بي 0 اول ما يحصل فيه تغيير الفلاج ده بيبقى بواحد. طبعا ليه شروط يعني، وما تنساش تشغل الجلوبال انيبل بت عندك في الاوبشن ريجستر بي 0. طبعا احنا قلنا بي 0 انت بتوصل عليها مين؟ بتوصل عليها عندك سويتش خارجي، يبقى بي 0 بيبقى عليها سنسور او سويتش خارجي. السويتش الخارجي ده اول ما حالته تتغير هو اللي بيبقى المسبب لمين؟ للانترابت. فبالتالي في الاوبشن ريجستر عندي في بت اسمها انترابت ايدج، انت ايدج انترابت ايدج دي لو بقيت بواحد معناها ان انت شغال مع رايزنج ايدج، لو بقيت بزيرو يبقى انت شغال مع الفولينج ايدج. حاله السويتش اللي لما تضغط عليه بغير من 1 ل 0 ولا من 0 ل 1؟ فبالتالي لو هيتغير عندك من 1 ل 0 يبقى دي فولينج ايدج. فولينج ايدج يعني مطلوب منك تحط في الانتربت ايدج بت دي ب 0. طب لو بي 0 انت وصل عليها سويتش وعايز تشتغل مع رايزنج، يعني لما يتحول من 0 ل 1، يعني البت دي لما تتحول من 0 ل 1 وقتها لازم تحط هنا مين؟ 1 في البت دي، 1 يعني شغال مع رايزنج. وطبعا الحاله دي والحاله دي يتم تنفيذهم مع البول اب وبول داون، بول اب وبول داون، والحالتين دول متكررين مع الاثنين. لو انت عايز توفر في الهاردوير يعني المقاومه دي مين؟ بول داون عندي، بول داون ريزيستور، لان المقاومه هي اللي متوصله بالارض. ما تنساش الطرف النص بيبقى بي 0 والارض بيبقى مع الارض، ده الارض بتاع المايكرو كنترول. يبقى عندي السويتش ومتغذي ب 5 فولت. لو انت شغال على التوصيله دي يبقى انت مش محتاج الريزيستور ده. طيب لو انا شغال بول اب ريزيستور يعني المقاومه هي اللي متوصله بالتغذيه والسويتش هو بالارض دي وبي 0 في النص كده متوصله على الطرف في النص، فالديفولت بيبقى داخل ايه؟ 1، واول ما تضغط يدخل ل 0. وبول اب ريزيستور او اسميها دايره بول اب لان المقاومه هي اللي متوصله بالتغذيه. ففي حاله التوصيله دي بدل ما انا اوصل مقاومه وتغذيه خارجيه قال لك لا ده في ديفولت جوه على بورت بي في البيك 16F870A في مقاومات وتغذيه، في مقاومات وتغذيه، يعني كل بت من بتات بورت بي من بي 0 لبي 7 متوصل داخليا مقاومه وتغذيه. يعني هنا هنفترض دي بي 0، هيبقى هنا عندي مقاومه بول اب 10 كيلو وهنا 5 فولت، الكلام ده داخليا في المايكرو كنترولر. طيب انا بدل ما اوصل الجزئيه دي من بره فانا هلغيها مش هوصلها، اروح موصل مين؟ السويتش بالارض بس. يبقى انا اوصل مين؟ السويتش بالارض بس، واجي هنا داخليا اقول له عايز افعل المقاومه بالتغذيه. يبقى هنا بيبقى اكن في سويتش كده، السويتش ده بيتحكم في مين؟ في حاجه اسمها ار بي بول اب، يبقى بورت بي بول اب، تمام؟ وبتبقى خلي بالك منفيه. يعني ايه منفيه؟ يعني لما يبقى داخل واحد السويتش بيبقى مفصول، يبقى دي مش متفعله. لما يدخل زيرو لما تتنفي هنا تبقى بواحد، فلما يدخل زيرو السويتش ده يتفعل يتقفل، يبقى البطاريه او التغذيه مع المقاومه وصلت مع الطرف ده. يبقى انت محتاج توصل بس السويتش بالارض من بره زي ما انت شايف هنا عشان افعل البت دي. موجوده فين؟ في الاوبشن ريجستر. فبالتالي عشان افعلها احط هنا كام؟ ما تنساش يبقى احط زيرو عشان يبقى انيبلد، وبالتالي انا وفرت، يبقى ما وصلش الجزئيه دي من بره، اوصل مباشره السويتش بالارض. وقلنا الدايره دي بتشتغل مع البول اب ريزيستور بس، لكن البول داون لو انت موصلها دي من بره محتاج ان انت توصل التوصيله كامله. ده لو انت حبيت توفر في الهاردوير، يبقى انت لازم تلجا للريجستر اللي اسمه اوبشن ريجستر. نروح للاكسترنال انتربت بي 4 بي 7 بورت تشينج زي ما احنا شفنا في الرسمه، محتاج الفلاج والانيبل. الفلاج ده والانيبل هلقاها في الانتكون ريجستر. اول حاجه ار بي انتربت انيبل، وطبعا دي قلنا لازم تتفعل مانوال، اللي هو الانيبل الخاص ببورت بي لازم يتفعل مانوال في البرنامج انت تفعله، والفلاج مش انت اللي تفعله، لا ده لو في سويتش خارجي يتغير حاله السويتش اوتوماتيك مين؟ الفلاج ده بيبقى بواحد. وما تنساش تفعل الجلوبال انتربت انيبل لو انت شغال على ار بي بورت تشينج. وكمان معانا في الاوبشن ريجستر لو انت شغال، هدي مثال على بي 4، الكلام ده ينطبق على بي 4 لبي 7. عندك لو انت موصل بول داون ريزيستور يبقى الريزيستور ده مش هتحتاجه. لو انا مشغل بول اب ريزيستور زي ما احنا شرحنا هتلقى كل البنات بورت بي عليها كام؟ مقاومات وتغذيه. فبالتالي انا محتاج بس اوصل بره على البنات من بي 4 لبي 7 سويتشات ارضي فقط ليس أرضي. وعشان افعل البن دي عشان هي منفيه او البت دي لازم احطها زيرو، وخلي بالك واحد معناها مين؟ ديسيبلد. حتى بص كده في الطبيعي مش قلنا دي ريد ودي رايت والواحد دي القيمه الانشال؟ ما القيمه الانشال دي معناها واحد، واحد معناها ايه؟ مش متفعل. يعني الديفولت من غير ما تيجي ناحيتها هي مش متفعله. وخلي بالك الديفولت مع باقي البيتس هنا كلها بمين؟ بوحايد،
طول ما الانتربت ايدج بواحد مع البي زيرو، خلي بالك البت دي مع بي زيرو، طول ما هي بواحد يبقى انت شغال كده رايزنج ايدج، يبقى الديفولت هنا رايزنج ايدج. يبقى هو حتى في السؤال بعد كده لما يقول لك رايزنج ايدج مش شرط اجي في الريجستر ده وافعلها، لا اوتوماتيك هي متفعله رايزنج. لو انت عايز تروح كمان تكتب كمان واحد مش هيحصل حاجه. تمام، اتمنى يكون الفكره واضحه. في نقطه مهمه، لما انا اتعامل مع الاوبشن ريجستر في حاله البي 0 او بي 4 البي 7 او اي بن على بورت بي عموما لازم تتعرف كانبوت، يعني عشان افعل المقاومه والتغذيه عندي على هيئه بالاب واوصل سويتش خارجي لازم يكون البن دي تتعرف كانبوت. لو انت عرفتها كاوبوت ورحت تفعل البت دي مش هيستجيب، يعني دي ولكنك كتبت فيها حاجه. طبعا الريجسترات عندي عشان لما اتعامل في الكود، اول حاجه الانت كون ريجستر واتفقنا بت 0 وبت 7 ودي اسماء امين البتس، عشان زي ما اتعلمنا في تريس اي ريجستر وبورت اي ريجستر عايز اعمل ست وريست البت معينه جواه كنا نكتب ايه بورت بي دوت بي كذا بيساوي واحد مثلا، اسم الريجستر دوت بي وده رقم البت جنبها او دوت اف رقم البت. تمام، فبالتالي لو انا عايز افعل الجلوبال انتربت بت اللي هي دي، يبقى اكتب الاسم الريجستر الاول اسمه انت كون دوت رقم البت هنا كام بي 7، لان العد بيبدا من بي 0 بت 0 لبي مين كام بي 7، يبقى دوت بي 7 هيساوي واحد لو انا عايز افعل، او ممكن اكتب دوت اف 7 لو انا عايز مين افعل. الاثنين صح، ده لو انا عايز اتعامل مع مين؟ مع الريجستر ورقم البت. طب في مشكله لو انت كاتب الكود وكاتب هنا بي 7 وجيت بعد فتره بقرا الكود تاني، فانا كاتب بي 7 انا مش فاهم بي 7 دي بتاعتي، فمحتاج ارجع للداتا شيت او ارجع لشكل الريجستر عشان اعرف دي خاصه بمين، البي 7 ده خاصه بمين. لكن في طريقه ثانيه احلى، ان انا اكتب مين؟ انت كون دوت جي اي اي اسم البت دوت اسم البت، اسم البت مباشره اسمها جي اي اي بيساوي واحد، يبقى مباشره مش محتاج ارجع للداتا شيت ولا ارجع لاي رسمه، مباشره كده انا عرفت ان انا مفعل مين الجلوبال انتربت بت اللي موجوده في الانت كون. ويسوح في طريقه احلى من الثلاثه اللي فوق، ان انت مباشره تكتب اسم البت وتكتب جنبها اندرسكور بت، يعني تكتب لو انا عايز افعل الجلوبال انتربت بت اكتب جي اي اي اندرسكور بت بيساوي واحد وكده فعلت. ناخد مثال ثاني، البت اللي اسمها ار بي انتربت فلاج دي عايز اصفرها، طبعا مش انت اللي هتفعلها، يعني انت ما ينفعش تحط فيها واحد لان ده الفلاج وقلنا ده بيبقى اوتوماتيك بواحد، فانا لو عايز اصفره يبقى دي بي 0، يبقى اكتب اسم الريجستر دوت بي 0 او انت كون دوت بي 0 او اف 0 بيساوي 0. والطريقه الثانيه اللي قلنا عليها اسم الريجستر انت كون دوت ار بي اي اف اسمها زي مكتوب في الريجستر الداتا شيت بالظبط، او ممكن اكتب اسم البت اندر سكور بت بيساوي 0 مباشره، واعتقد ده اسهل حاجه، ده الخطوه دي بتوفر عليك انا مش محتاج احفظ اسم الريجستر ايه. طبعا الاوامر دي ينفع تكتبها كابيتال او سمول باي طريقه. هروح للاوبشن ريجستر نفس النظام هنا، بس خلي بالك هنا دي تي 0 تي 0 بي اس 0 بي اس 1 بي اس 2، انا بتكلم على الارقام عشان ما تفتكرش ان دي او. نفس النظام لو انا عايز البت الاولاني دي اصفرها، اصفرها معناها ان انا ايه الصفر يتنفي معناها تبقى بواحد، لما تبقى بواحد تبقى متفعله، هي الديفولت داخل فيها واحد، واحد يتنفي يبقى بكام بزيرو، يبقى الديفولت ان هي ايه مش متفعله، فلما احط زيرو يتنفي يبقى بواحد تدفع، معنى كده انت فعلت البول اب مين ريزيستور. ما تنساش لو انت هتشتغل عليها تعرف البن اللي هتشتغل عليها وخاصه ببورت بي، يعني ما ينفعش تبقى على بورت سي ولا بورت دي ولا اي بورت تاني، لازم تبقى بورت بي بس. رقم اثنين لازم تبقى انبوت، اتفقنا ممكن اكتب دوت بي 7 ودوت اف 7 واسم الريجستر قدامها اوبشن اندرسكور ريجستر، الاسم طبعا مكتوب كده في الداتا شيت بكتبه زي ما هو اهو اوبشن اندرسكور ريجستر، او ممكن اكتبه ايه اوبشن اندرسكور ريجستر دوت، طب اسم البت ده اكتبه ايه؟ ار بي بول اب ار بي بي يو، ده غلط في نفي فوق، نفي اكتبه ايه؟ اكتب نوت اندرسكور اسم البت، والكلام ده ينطبق على اي بت، اي بت منفيه تكتب اسمها قبلها نوت اندرسكور، ممكن اتعامل مع اسم البت مباشره اكتب نوت اندرسكور اسم البت اندرسكور بت، يبقى طول ما هي مثبته اكتب الاسم مباشره اندرسكور بت، لو هي منفيه اكتب قبلها نوت اندرسكور. لو انا عايز افعل البت رقم 5 يبقى بت 0 1 2 3 4 5، خدت بالكم ان انا بعد عشان اعرف اسمها ومكانها، 5 يبقى تايمر 0 كلوك سيلكت، لو انا عايز افعلها يبقى اكتب دوت بي 5 او دوت اف 5 ما انساش اسم الريجستر في الاول، او ممكن اكتب اسم الريجستر دوت تايمر 0 كلوك سيلكت اسم البت مباشره تايمر 0 كلوك سيلكت يساوي 1، او ممكن اسم البت اندرسكور بت بيساوي 1 مباشره لو انا عايز افعل. اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده، وده كان مقدمه عامه على الانتربت، لمينا الافكار والريجسترات وازاي اتعامل معاها. ان شاء الله هنشرح في الفيديوهات القادمه امثله على بي 0 لوحدها، امثله على بي 4 لبي 7 لوحدها، امثله على تايمر 0، وان شاء الله هنكمل في السلسله فيديوهات ثانيه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تتابعونا في باقي الفيديوهات، وشكرا جزيلا.